softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never. ايه مساء الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، ازيكم واخباركم ايه؟ جايه النهارده ولابسه النضاره جاهزه. نزلت لكم من كام يوم كده او الاسبوع اللي فات فيديو عن مقارنه انواع معينه من الزبادي، ولقيت في مشاهدات كويسه على الفيديو ده، ولقيت في كومنتات جميله قوي، في ناس شجعتني وفي ناس طلبت بحاجات من النوع ده كتير، اقترحت عليا حاجات كتير زي تحدي الاكل البيتي، تحدي الشوكولاتات، تحدي النوتيلا، تحدي المقرمشات، تحدي اكل مع حد تاني. بس الخطوه دي لسه قدام شويه، مش هتكون بالطريقه اللي احنا بنشوفها. انا وصديقه ليا متفقين ان احنا باذن الله نعمل تحدي، هي في بلد وانا في بلد، وهنبعت الفيديوهات لبعض وكل واحده هتمنتج بطريقتها، وهننزله تقريبا في ميعاد واحد، بس لسه الخطوه دي عليها شويه. النهارده جايه اعمل معاكم تحدي عن المقرمشات او الشيبسي والليز ووي والكلام ده كله. معايا هنا مجموعه من المقرمشات، معايا كرانشي فلفل حلو، معايا الشيبسي العظيم بتاعنا اللي انا بموت فيه، انا بموت في الشيبسي الملح ده، بحبه جدا جدا اكتر من اي انواع شيبسي تانية. ومعايا بقى من الحاجات المستوردة ناتورالز دي، هو اي بالملح ايه مش عارفة، ملح البحر والكيفر بالفلفل وملح البحر. وكمان معايا كرانش شيبس بالبابريكا، يعني عندي هنا كرانش شيبس بالبابريكا وكرانش شيبس بالشيش طاووق كمان، وعندي هنا شيبسي بالملح وكرانش بالفلفل، وهنا تليفون وقع. اثبت. معايا 5 انواع، كل نوع ليه سعر وكل نوع ليه نكهه وطعم، ويلا نجرب كل الاصناف بتاعتنا. احنا الاول هنجرب الحاجات اللي بالملح، الشيبسي بتاعنا و الناتورالز بملح البحر والفلفل الاسود. ونقول بسم الله. اطباقي وايه شوكتي ومعلقتي. الشيبس بتاعي ده انا بموت فيه، اكتر انواع الشيبس اللي انا بحبها في الدنيا، الشيبس بالملح احسن من الكباب والحاجات دي كلها. وهجرب الناتورالز اللي بملح البحر والفلفل الاسود. زي ما انتوا شايفين كده الالوان تقريبا شبه بعضها، هوريكوا اكتر. معلش الفيديو اتقطع عشان جت مكالمة. قلت لكم ده الشيبسي بتاعنا العادي اللي احنا متعودين عليه، وده الشيبسي اللي بالملح والفلفل، فرق اللون نقط فلفل بسيطة قوي على ده، بس تقريبا اللون واحد مفيش فرق بينهم، بس ده ممكن يكون أغمق سنة. هدوق ده، لم أغمش أكتر وحاجة اكتر،
لا والله نفس الطعم، بس ده ملح اقل. واللي بملح البحر والفلفل سنه صغننه حبايب. المقارنه مش هتختلف كتير، بتاعنا المصري اللي هو الشيبسي ده لونه فاتح زي ما انتم شايفين، ملح معقول وبيقرمش، واللي بالملح البحر والفلفل الاسود وزي ما انتم شايفين لونه اغمق سنه بسيطه ومقرمش اكتر وحادق اكتر. شوف اسعار ده واسعار ده. الشيبسي بالملح بتاعنا ده عامل 7.95 جنيه، وفواكه البحر هتتصدموا من السعر عامل 30.45 جنيه. يبقى انهي افضل، الشيبسي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه ولا اللي بملح البحر؟ فرق كبير قوي. انا كويس اني كنت جايبه الحاجات دي كلها مع بعضها، ما حسيتش بالمشكله دي، ودافعه بالفيزا فما انضرتش قوي. هفتح الكرانش بتاعنا العادي الاول. وهفتح الكرانش شيبس من لورينز، والناتورالز ده برضو من لورينز، شركة اسمها لورينز. بصوا الالوان، ده الكرانشي بتاعنا شايفين في طبيعة كده حاسينها ايه. ده اللي هو المستورد عادي مفهوش اي رسم مختلف او شكل حلو او كلام ده. هندوق ده وندوق ده، بس نشم ده، ده ريحته حلوة، ده ملوش ريحة، ده بتاعنا ريحته اقوى شويه. ندوق الطعم. سنة خل زيادة بس بيقرمش. ده قرمشته خفيفة. وريحته أحلى. في الحالة دي الكرانشي بتاعنا فيه لزعة، فيه قرمشة، فيه حدوقية زيادة شوية عكس الشيبسي الأصفر بتاعنا. والكرانشي شيبس ملوش ريحة نفاذة، برضو مقرمش والملح بتاعه خفيف. فلو قلنا على الطعم أعتقد إن ده هيكسب، لكن في السعر اللي جاب الخمسة بالتلاتين 25 جنيه، فرق كتير جدا ان اي حد يدفعهم في كيس شيبسي هيخلصه في 10 دقايق وهو قاعد يتفرج على التلفزيون. ده بالنسبه لطبقنا. ما جبتش طبق خامس للنوع اللي باقي، بس هنتصرف. اوعى تقع تاني بقى كده، عيب والله عيب. ممكن اخد الشيبسي ده كده وده كده
ده المستورد وده المصري. ونجيب ده كرانش باربيكيو صوص الباربيكيو اهو هجربه ونشوف. من غير البقرة خلي يطفيش. لونه غامق شوية مقارب اللي هو بالفلفل والهالوبينو او بالبابريكا. في سنة مسكر في حاجات كده لازم تجربها اكتر من مرة عشان تعرف هو طعمه مقارب للكاتشب. وبما ان انا ما بحبش الكاتشب فبالنسبة لي هيبقى مش قليل كده. بس طبعا في ناس بتحب صوص الباربيكيو والمشروم والكاتشب والحاجات دي فهيعجبهم. بس في مجمل الاحوال كتير قوي لما يبقى كيس شيبسي داخل على 30 جنيه. يعني حتى الكاميرا اتصدمت من المبلغ كتير. 30 جنيه صح؟ كتير. يبقى احنا كده جربنا 5 انواع. يبقى احنا كده جربنا 5 انواع مع بعض وعرفنا ان الشيبسي بالملح بتاعنا افضل من الناتورالز المستورد ابو 30 جنيه اللي بالملح. وعرفنا ان الكرانشي بتاعنا مش احلى قوي من ده، بس يعني نقدر نقول ده 5 وده 5. ده بالنسبة لي للطعم 4، الا اذا انتوا كنتوا بتحبوا الكاتشب وصوص الباربيكيو والحاجات اللي فيها الحاجات السويتي شوية اللي فيها سكر شوية. فتجربتي معاكم النهاردة كده خلصت. انا عارفة ان الفيديو قصير المرة دي وعارفه ان ممكن ما يكونش دمه خفيف قوي، بس هحاول اظبط لكم كده شويه حاجات في المونتاج. واتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وايامكم كلها سعاده. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تضغطوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منه كل جديد. ولو انت متابعيني حبايبي ما تنسونيش اللايك والكومنت الحلو علشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. وياريت تكتبوا لي في الكومنتات اذا كان الفيديو عجبكم ولا لا، وعايزين نوعيات زي دي تاني ولا لا، وايه المقارنة اللي هنعملها المرة الجاية. اوكي اشوفكم على خير وباي باي. Wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take